النهارده هنعمل تحدي بين الغني والفقير، جايب لي اغلى اندومي في العالم واغلى معاها شيبسي في العالم وكمان اغلى بسكويت في العالم، ده غير المساعد اللي واقف وراه. ناولني يا ابن الحاجه. اتفضل. ناولني يا ابن الحاجه. طب انا هنفسك وحاجتي هتطلع احلى من حاجتك، مع ان حاجتي باقل من ربع ثمن حاجتك. تعال يلا نشوف. بص، هو دلوقتي دخل عشان يحضر حبه الحاجات بتوعه، يعني عشان يخلي طعمها حلو. بص فرق الحاجات اللي انا جايبها من الحاجات اللي هو جايبها. بص، يعني انا جايب بسكويت نوتيلا، هو جايب لي كتاكيتو. ده غير بقى عندك اندومي كوري، جايب لي كلوبز نودلز. ده بينافس بقوه. عندك بقى تاني، بص جايب برينجلز، جايب لي ميك شيبس. يلا تعالوا تعالوا نتبهلوا. يا ابني فين الحاجه؟ اتاخرت كل ده ليه؟ جاي اهو جاي. الاخر كده اشتغل عند حد. امسك اشتغل وانت ساكت. وانت اشتغل وانت ساكت. هقعد انا كل شويه اقول لك هات هات يا عم. نمسك. احنا هنحط من ده كتير علشان حرق قوي. هنحط من ده كتير علشان ده عادي اصلا. تاكلها بسبع جنيه. امسك. استنى والله لا كلها متكتل. يلا فضي فضي فضي. سلام على الدلع، سمسم وزعتر ومدلعين. ايه في ايه يا عم؟ بالراحه. امسك هاكلها كده بس. فين الجبنه الرومي والزيتون؟ في باسكت جامده كده، سددت نفسك بجد ولا فين الجبنه والرومي والزيتون يا عم؟ انا مستنيها بس تترى شويه. انت مستني ايه؟ صح، مستنيها تترى. امسك الجبنه الرومي والزيتون. بعد اذنك يبقى ناولني من الناحيه التانية، ما تناولنيش من الناحيه دي. ماشي. اوعى. هو ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يا كفره يا ولادي. لا لا لا، مش هينفع الكلام ده، مش هينفع. الله، دي رومي مبشوره. رومي مبشوره على شويه ما زيتون. ما تجيب نص زيتونيه. طيب استنى. ماشي خد. فيها ايه بقى لو الخليج ده؟ وقعت والله وقعت. امسك يا ابني الباقي ده، مش عايزه كتير قوي. طب هات هات. انا عايزه بس ما تدوا. لا 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 لا، هو فقير فقير، ما ينفعش ما ينفعش. طبعا مش هاكل الاندومي لوحدها، لازم ايه بقى؟ بيك شيبس. بيقول لك بيك شيبس. ناول البرينجلز يا ابني. ايه؟ ناول البرينجلز. واحدة واحدة واحدة. ولا واحدة، اوعى. بس انا اللي هتعوض. مش هقبض. طعمه فاجر. ده بقى فايدة انك يبقى عندك واحد يخدمك قاعد وراك. كل حاجه جهزت وهو لسه مستني. ما تهزرش. ده بيمثل بيمثل. بالراحه بالراحه. الله سلام. بقول لك ايه، انا الدور ده متركب عليا يا جماعه والله. الحمد لله. بالله عليك هات اي حاجه. بقول لك انت تاكل بيه. بص 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 بص، شكلها عامل ازاي؟ بص بص، انا الشوكه بتاعتي فين؟ انا كمان مش هاكل بشوكه. بالله عليك لا تجيب لي شوكه. والنبي معلش، معايا اتنين اديله شوكه. هات واحد. اديله واحده. اديله واحده عشان يجرب الاختراع اللي هو عامله ده. ناخد برنجلزه يا عم. بس بقى هو ده كتير. الله. على فكره انك كده فقر منكم انتوا الاثنين. ده بول ده. ايه ده؟ الاندومي بيضا زي ما هو بياكل متكتل. يعني فاهم؟ مش جايبين له طبق حتى. والباقي بياكل ايه؟ وبصوا بياكل. بقول لك ايه؟ هنخش في جزء التحليه. ايوه هصدمك. انا جايب حاجه حل بيها ضرب نار. ده اكيد المسابقه. ايه بقى؟ بس انت بتهزر من اول الفيديو. هسيبها مفاجأة بعد الأكل. المفاجأة اللي قلت لكم عليها
هو مش هنا. اوعى 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 اقعد هنا يا اخي بالله عليك حتة. استنى انا هديك. طب المساعد حتى المساعد الو ايه ده؟ خد دي حلوة عليك. شعرية داني دي يا جماعة داني دي بجد ده لو بياكل ابو اردان هيديله دودايه اطول من كده. انت مالكش حاجه انت مش بتقبض واحده دي ما يجيش حق اللي انت جايبها دي. ممكن واحده بس واحده بالله. استنى بص خد خد البيك شيبس ده هدوقك هدوقك خد. طب انا يا عم ما هو يا عم بقى خد انت دي تعالوا نخش على الحلو. جاهزين للحلو. انا معايا الحلو اللي تربينا عليه يعني الشمعدان يعني كتاكيتو يعني لمباضه. مش هكمل مش هكمل مش هكمل والله ما هكمل. اشمي مالك لا يا عم لا مالك. تعال اقعد كمل انت. طبعا هو عيط وجري وما رضاش يكمل الفيديو بجد فانا جبت المساعد بتاعي هيجرب انا اللي هجرب الكتاكيتو. وانا معايا بقى النوتيلا بيسكتس كده نكمل بيها الفيديو. طب شم طويل شم. انا مش هين عليا افتح الكتاكيتو. دوق الكتاكيتو لازم تدوق. اصلا اسمها لوحده حوار. الله ده جامد قوي. هات 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 طرفها كده. بص يا بتاعش يا جماعه بس تيجي جربها يا عم. عم جاي سول. بما انه بقى سرق النوتيلا بيسكتس طب والله انا هكمل كتاكيتو. كتاكيتو والله العظيم ما اديك. يا بدل يا عم انت عايز القاض مش هشتغل عندك تاني. هدوق بس هدوق بس. الله طعمها جاحد. هات حته عشان اقول انا طعمها والله حلو زي يا عم. انا احسن منك برضه. هات حته عشان تعرفوا ان الناس الفقيرة فعلا واللي شغالة عند الناس. يا عم انت هتشحت. احسن من الاغنياء اللي معاهم. طب والله يا جامدة والله يا جامدة. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنساش تعمل اشتراك في القناة عشان تشوف كل جديد هنعمله يوميا.